نحو ازدهار إفريقيا ورخائها، ينطلق الرئيس السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي إلى اليابان، حيث مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية إفريقيا أحد أهم المحافل الدولية التي تعنى بالقارة الإفريقية. معا من أجل إفريقيا، في بيئة الأعمال والمؤسسات، في بناء مجتمع قوي ومستدام لتحقيق الأمن الإنساني، في دعم الجهود الإفريقية في مجالي السلام والاستقرار. تأتي هذه القمة بينما تشهد العلاقات اليابانية الإفريقية تميزا على الأصعدة كافة وفي مختلف المجالات، وتتنامى جهود مصر في تنمية إفريقيا لتعكس حجم اهتمامها بالقارة وقضاياها. تأتي مشاركة مصر في قمة تيكاد 7 باليابان في ظل علاقات مصرية يابانية استراتيجية تجمع البلدين سياسيا وثقافيا واقتصاديا. كما ساهمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا في العديد من المشروعات والإنشاءات الكبرى. إفريقيا اليابان، شراكة استراتيجية وعلاقات تاريخية.